بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف تستمر الحرب الشرسة على الإسلام وتستمر وتستمر وسط صمت رهيب من الشعوب العربية. صراحة للأسف أن الشعوب المسلمة يعني ما بقول ما عاد يهمها الدين، بالعكس الحمد لله رب العالمين أن الخير موجود وفي ناس كثير يحبون الدين، لكن قليل ونادر من أصبح يدافع عن الإسلام ويدافع عن ثوابت وقيم الإسلام، وصار كثير من الناس همهم امشي جنب الحيط، دع الخلق للخلق، أنا ربي عيالك، أنا مالي خص، لا 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 لا، أنا أبي أشتغل، أبي أكل عيالي، لا لا لا، ما بي مشاكل، ما بي مشاكل. وأنا قلت لكم إن المهاجرين اللي هاجروا من مكة إلى المدينة في غزوة بدر، الصحابة الكرام في غزوة بدر، المهاجرين اللي قتل أبوه واللي قتل أخوه واللي قتل ابن عمه في سبيل الله، وإعلاء لكلمة الحق، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإحنا الآن يعني المهاجرين إخواني الكرام ترك بيته وترك زوجته وترك عياله وترك حلاله، في من الصحابة الكرام تركوا الأموال وراحوا، يعني مثل مصعب ابن عمير سيدنا، إن شاء الله يا رب أنا أسوي حلقة عن مصعب ابن عمير، ترك العز والجاه من أجل إيش؟ من أجل الإسلام إخواني الكرام. عموما للأسف يعني كلنا سمعنا عن قرار منع صلاة التهجد أو إحنا نسميها القيام في رمضان في دولة مصر أو جمهورية مصر. ليش يا حبيبي؟ ليش؟ لا احنا يعني كورونا مرونا، ويعني كورونا مرونا، ما الناس بالملايين في الشارع بدون كمامات، في ناس جايين من مصر انا اعرفهم جايين من مصر، يقول لك الشعب المصري ولا كأنه في كورونا، حبكت يعني في الصلاة، حبكت يعني في التهجد. سبحان الله، القرارات هذه كلها مثل الفساوى العديدة اللي كل يوم تطلع من لجنة الافتاء، وكل يوم يطلع لنا واحد يقول لك شيخ ازهري، وهو تلاقيه والله لا يقول لك هذا، حتى الإنسان هذا ما عمرنا شفناه في الأزهر، فتوى من شيخ أزهري، ويطلعون لكم يعني فساوى تحت الطلب، فساوى تحت الطلب، والعياذ بالله كلها تحت باب الحرب على الإسلام. غير الإعلام النجس، إعلام العسكر اللي كل يوم يتعمد يطلع لنا ناس من باب الحرية، حرية حرية الرأي والرأي الآخر، يجيب لك واحد يتطاول على الإسلام، ويجيب لك واحد يقذف والعياذ بالله في ثوابت الدين، ووحدة تتطاول على الحجاب، ووحدة تظل الناس من باب إنه والله الرأي والرأي الآخر. طب يا أخي إذا أنتوا فعلا صادقين في الرأي والرأي الآخر، يا أخي استضيفوني أنا واستضيفوا واحد سيساوي والرأي والرأي الآخر، حرية حرية حبيبي، هاتوا واحد يعني ينتقد السيسي وينتقد الحكم وينتقد العسكر، حرية يا حبيبي. ايش معنى الاسلام؟ واحد فيكم يجاوب ايش معنى الاسلام؟ حرية، وحرية الرأي الاخر وحرية الكلمة، لكن مع السيسي ومع الحكم ومع العسكر صم بكم، صم بكم، نعم، ولا كأن فيكم على قولتهم ايش قال هنيدي، لا اله الا الله، اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت، نعم، هذا اللي توفى الله يرحمه علاء ولي الدين، اعمل نفسك ميت، مش عارف واحد فيهم يعني، فلا حول ولا قوه الا بالله. عموما احلى والله احلى صوره جاتني في شهر رمضان، شوفوا ركزوا معاي، الله يرحمه توفيق الدقن، طبعا توفيق الدقن معروف ان الممثل شرير وممثل افلام الشر، شوفوا معاي هذه الصوره أعزائي الكرام، اقروا إيش مكتوب تحت. ألو وزارة الأوقاف، مكتب مكافحة الإسلام، يعني هذا يبي فاعل خير يتصل في وزارة الأوقاف ويتصل في مكتب مكافحة الإسلام. شوفوا الناس فاهمين، فاهمين أن وزارة الأوقاف المصرية صارت تحارب الإسلام وتحارب المسلمين، وللأسف ما بقى للناس إلا هم صاروا ينكتون. لا والله إحنا أمور الدين ما ننكت فيها، احنا لا ننكد في امور الدين، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله، شر البليه ما يضحك، فهذا تمثيل. الو وزاره الاوقاف، مكتب مكافحه الاسلام، شوفوا تحت ايش مكتوب اخواني الكرام، راح اقرا لكم. يقول لك انا عاوز ابلغ عن جاري،
شفته ماسك سبحة وبيقول كلام مش مسموع، تقريبا كان بيسبح، يعني يسبح، صار حتى اللي يمسك المصباح ويسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الآن راح يبلغون عنه وزارة الأوقاف، وشوفوا تحت إيش كاتب، وشكله والله أعلم صايم، يعني حتى أنك أنت لما تصوم جريمة. نعم والعياذ بالله، صارت أمور الدين قمنا ننكت فيها. نعم هذا اللي قاعد يحدث الآن في مصر وفي كثير من الدول العربية. صارت الحكومة والمجرمين والعلمانيين والأنجاس يحاربون الإسلام، وإحنا صرنا النكت ونطلع نكت. لا والله لابد إن نضرب بيد من حديد على هالأنجاس. إحنا سكتنا عنهم، إحنا اللي قاعد يحدث بسبب إن إحنا سكتنا عنهم، بسبب إن إحنا ربي عيالك، بسبب يطلع واحد جسمه يقول لك دع الخلق للخالق، دع الخلق للخالق. إيه حزب الهمبرجر، أجيب لكم همبرجر، تبي همبرجر؟ نعم. إلى أن دلدلة ورجليها، إلى أن الحكومة ركبت ودلدلت رجليها، هذا اللي قاعد يحدث الآن. عموما بعد ما صار منع لصلاة التهجد، للأسف والله بعثت صور كثيرة لي على الواتساب، الواحد يعني إيش يقول ولا إيش يتكلم. شوفوا هالناس يصلون بين العماير بالسر، هذه صورة من فوق واحد مصورهم يصلون التهجد بالسر بعيد عن أعين الحكومة. ليش؟ لأن يقول لكم وزارة الأوقاف سوت حملات مكافحة ومكثفة ضد إيش؟ ضد أي شخص أو إمام مسجد يفتح مسجده. يقول لكم سووا حملات لجل أن يراقبون المساجد هل هي مغلقة ولا لا؟ قاتلهم الله ما أنجسهم. حتى المساجد صرتوا تراقبونها؟ حتى المساجد سويتوا مفتشين يتأكدون من أن المساجد مغلقة ولا لا؟ وتخالفون الناس وتحبسون الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حتى وصل الحال بالناس، طبعا هذا منظر يبكي، يا يعني انا ما اعرف اذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث الان، واحد فيكم يجاوب، لو بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ايش راح يتكلم عن هالصوره؟ ان هذول يصلون بالسر. انتم عارفين متى المسلمين كانوا يصلون بالسر؟ في بدايه الاسلام، لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان معاه 6-7-10 من 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 من, من من قريش اللي 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 اعلنوا اسلامهم من الصحابه السابقون في الاسلام، كانوا يصلون اعتقد في دار الارقم بالسر، وكانوا ما يعلون صوتهم. ليش؟ خايفين على انفسهم من القتل ومن ان كفار قريش يكشفونهم. يعني هذول احنا نقدر نقول انهم عايشين وسط كفار قريش؟ واحد فيكم يجاوبني في التعليقات، أرجوكم ورجاء حار خلوا التعليقات في الموضوع. لا يجيني واحد أنا أتكلم عن موضوع منع الصلاة يجيني واحد يقول سأل رجل حكيما إلى أنا شو التعليق؟ إيش دخلني أنا الواحد راح زار حكيم ولا راح حكيم؟ ولا واحد يقول لك إن الزهور عندما تختطف وإنه يا أخي والله كلام كلام كلام. أنا أقول لكم ساعات أدخل بعض المواقع الأجنبية، عمري في موقع أو أن في فيديو ما كتب، ما شفت واحد أمريكي يقول ذهب رجل إلى حكيم وقال وإنه عندما ذهب، إيش دخل يا أخي ذهب رجل إلى حكيم، ومن ضغط على زر الاشتراك أسأل الله أن باسمه الأعظم أن يسجد سجدة يبكي من، لا حول ولا قوة إلا بالله. راح أسوي حلقة عن هالموضوع عن تخلف التعليقات. يا أخي اتقوا الله يا ناس. أنا أقول لكم وأكرر لكم، إحنا نستفيد من التعليقات، إحنا لما نقرأ التعليقات أنتوا تثرون الحلقة. فتحدوا عن سأل حكيم وذهب رجل إلى حكيم وذهب رجل إلى واحد متخلف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عموما إخواني الأفاضل، فوالله إيش راح يتكلم ويقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، إن الناس قاموا يصلون بالسر وبالخفاء خوفا من الحكومة. حسبي الله ونعم الوكيل. عموما ايش صار بعدين؟ انتهى الموضوع. لا يا ابو سعود، يقول لكم المسيحيين والاقباط في مصر في العشر الاواخر احتفلوا سووا قداسات والكنائس تملت وانترست الشوارع بالقبط، يحتفلون بيوم القيامة ولا بعيد القيامة ولا بعيد الفصح. حلال وحلال وحلال الأقباط، حلال وحلال. ما في كورونا يا حبيبي، ما في كورونا، الكورونا ماتت يا هيبة، ماتت الكورونا. الكورونا بس موجودة مع المسلمين. لعلمكم الكورونا من الصحابة،
الكورونا أصلها هي حفيدة صحابة، والكورونا لا تتواجد إلا في المسجد. الكورونا شيخ دين، الكورونا مرض، هذا المرض يعني يحب العبادة فدائما متواجد في المساجد. نعم الكورونا دائما متواجدة في المساجد. نعم إخواني الكرام، الأقباط والمسيحيين يحتفلون بالقداس وزحمة وخلطة بيطة، حلال وحلال وحلال، هذا لا يا حبيبي حرام. لجنة مكافحة المساجد، مكتب مكافحة الإسلام، حملات تفتيشية على المساجد، سبحان الله، قاتل الله النفاق. عموما لما صار في استياء عام وغضب شعبي من الناس، تراجع وزير الأوقاف. طبعا انت تفكرون القرارات هذه من وزير الأوقاف؟ لا يا حبيبي، من كبيرهم اللي علمهم السحر. نعم من كبيرهم اللي علمهم الكفر. هذه هي القرارات الاعتباطية النجسة القذرة اللي ما لها أي تبرير، والله لو جاب 1000 تبرير ما راح أصدقه، إلا أني أنا أصدق تبرير واحد، الحرب الشرسة على الإسلام. الآن أنتم تمنعون الناس وتطلعون فتاوى، والله لا لا لا، صلاة القيام مو بشرط أنها تكون في المسجد، صلاة القيام عادي تصليه في البيت. طيب يا أخي أنا عادي أصليه في البيت، لكن ليش تمنعني أن أروح المسجد؟ هذه خطوات الشيطان. الآن يمنعك من الصلوات اللي هي السنن والنوافل والأشياء، هوب فجأة يقول لك إغلاق المساجد للفروض الخمسة، صلي في البيت، وستهدم المساجد تدريجيا تدريجيا، والعياذ بالله. الهدف أن يمحون الإسلام، ولكن ما راح تقدرون، والله ما راح تقدرون. حامض على بوزكم، حاولوا اللي قبلكم كلهم باءوا بالفشل، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن كل من يحارب الإسلام الله راح يخزيه في الدنيا قبل الآخرة. أصحوا يا مسلمين، العملية زادت، على قولتهم العملية وسعت قوي، السالفة صار فيها تطاول على الإسلام واضح وشرس، وأمام الناس وفي الإعلام وأمام العالم، وصاروا حتى لا ولا عندهم أي خوف من البشر، لأن إحنا سكتنا عن ديننا. حسبي الله ونعم الوكيل. أتمنى رسالتكم وصلت.